مصيبة الداخلية وما أدراك ما الداخلية، وراح نحكي على الداخلية. عندهم مبنى أعتقد يم وراء وزارة الأوقاف، كان جراج كان ما أدري إيش، هجروا المبنى، المفروض هجروا المبنى، شو يصير؟ يشيلون الملفات، ينظفون لأنها فيها أشياء سرية، مراسلات، أوراق. الجماعة نظفوا المبنى وخلى الأوراق هناك. خلصنا من سوق الجمعة ومركز للبلد وزارة الداخلية تركينه، ولا عليه تفتيش ولا رقابة، والأوراق مقطوطة هناك ولا حد يحاسب. خلصنا من سوق الجمعة، والمباني اللي موجودة للجهات الحكومية مبطلة، وهذا المبنى لا عليه حراسة وهو لوزارة الداخلية. منا لما المسؤولين في وزارة الداخلية أعطوني التقرير. منا لما المسؤولين في وزارة الداخلية